سلام. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحاجة غادي نصاوبها بالثومة على قبل دجاجاتي، بحيث هاد الفترة اللي فترة الربيع فترة الصيف تكثروا الحشرات والدجاج مساكن تيوليو عندهم مشاكل بسبب الحشرات. غنصاوب واحد الوصفة ونشاركها معكم. السلام عليكم، صباح الخير. بالنسبة للناس اللي عندهم دجاج فيه تيعطس، فيه زكام، وغادي نقترح عليكم هذه الفكرة. هذه التومة قطعتها طريفات صغيرة وخلطها لهم مع القمح، غادي تعالجهم من الزكام، من العطس. الدجاج هاد التومات غتعالجهم من العطيس، غادي هي كمضاد حيوي، غتبعد عليهم الحشرات المضرة اللي تتكون فترة الربيع والصيف. فيها فوائد كثيرة كثيرة، غتبعد عليهم شحال من حاجة خايبة، وفي نفس الوقت غادي تعالجهم إذا عندهم مشاكل صحية وغادي تقويهم. انا نعطيها اليوم شويه شويه عليكم شويه، اوب اوب اوب، هما تياكلوها، عزيز عليهم نتوما، تيتحاربوا عليها. نتوما فيها فوائد كثيره كثيره، انصحكم بها، حتى بالنسبه اللي عنده الكلاب، حتى بالنسبه اللي عنده الكلاب، مره مره يحط عليهم مع لي كروكيت، تتعالجهم فاش تياكلوا الثومه الحشرات تتبعد على عليهم. الثومه فيها فوائد كثيره كثيره للانسان والحيوان. مسكينه هذه الدجاجه ما تقدرش تاكل اذا كانت صاحبتها تاكل. نفرق لهم هادشي، ايه خلي صاحبتك تاكلي، خلي صاحبتك تاكل حتى هي. لاش هيا ما تتخليش صاحبتها تاكل، هادي اللي في اليمن حيت هي القديمه، ما تتخليش صاحبتها تاكل، خاصني نفرق ليهم الماكله. فوالا، نتمنى هاد الفكره تفيدكم، ونقول لكم مع السلامه الى مره اخرى ان شاء الله، في امان الله.